الآن نعم. الأب ينفق على أولاده أبنائه الذكور الصغار، نعم. نعم. يجب عليه أن ينفق عليهن إذا كانوا فقراء. لكن نفرض الولد عنده ميراث، عنده هبة، الولد الصبي لا يجب على أبيه أن ينفق عليه، وكذلك البنت قبل الزواج يجب على أبيها أن ينفق عليه. لكن لو كانت البنت غنية مثلا لا يجب عليه، نحكي عن الحق والواجب والفرض. أما المروءة والأخلاق والعرف الآن مثلا ما فيش واحد يقول لنا لولدني ما يعني ولده صغير ما ننفقش عليه يصرف عليه، لكن نحكوا على الحد الفاصل بين الحلال والحرام. لكن الزوجة لا، الزوجة يجب الإنفاق عليها مطلقا حتى لو كان وإن كانت غنية، وهذا غير موجود في الغرب ولا في الشرق فيما نعلم.